نروح مع ديانا ونتكلم عن الجولة الفضائية الأخيرة اللي شارك فيها رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، لكن هذه المرة بتكلمنا عن رحلة الرجوع إلى الأرض بعد 9 أيام من الإنجازات. عندك يا ديانا. شكرا سارة، شكرا مشاهدينا. طبعا نستذكر مشاهدينا لحظة الإطلاق وجولة سريعة على إنجازات هزاع المنصوري خلال الأيام 9 الأخيرة اللي أمضاها رائد الفضاء الإماراتي على متن محطة الفضاء الدولية ISS في التقرير التالي. نعم، نشاهد الآن لحظة الإطلاق، لحظة تاريخية. هكذا بدأت الرحلة في 25 من سبتمبر، وبعد حوالي 6 ساعات و9 دقائق من التحليق في الفضاء الواسع والانتقال من مدار إلى آخر والالتحام لمدة 2 ساعة، محطة الفضاء الدولية فتحت أبوابها للترحيب بأول عربي يخطو خطاه على متنها، رائد الفضاء الإماراتي الأول هزاع المنصوري. 9 أيام أمضاها هزاع المنصوري في المحطة الدولية، شهد خلالها 16 شروقاً و16 غروباً في يوم أرضي واحد. ومن خلال اتصالات الفيديو المباشرة، ظل رائد الفضاء متواصلاً بشكل يومي مع فريقه في مركز محمد بن راشد الفضاء ووكالة الفضاء الروسية روسكوسموس، أيضاً مع طلاب من أنحاء الإمارات. السلام عليكم، معكم رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري من محطة الفضاء الدولية. كما وثق روتينه اليومي على المحطة من خلال 15 دقيقة من مقاطع فيديو باللغة العربية لأول مرة في تاريخ محطة الفضاء الدولية ISS. هذا واستكمل يومه الأخير بإنهاء 16 تجربة علمية من على ارتفاع 400 كيلومتر من سطح الأرض، ركزت على دراسة تفاعل المؤشرات الحيوية لجسم الإنسان وحالة العظام في بيئة انعدام الجاذبية، لتكون هذه هي المرة الأولى يتم فيها هذا النوع من الأبحاث على شخص من المنطقة العربية. هذا بالضبط الذي يحدث داخل الإنتبول، هو بنفس الشيء اللي يحدث داخل محطة الفضاء الدولية هناك جيروسكوب. اليوم في 3 أكتوبر مركبة سيوز MS-12 في طريق عودتها خلال تغطيتنا المباشرة في البرنامج، طبعا نتتبع الساعات الأخيرة للمركبة قبل هبوطها على الأرض في بث مباشر لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا على متن تلك المركبة الفضائية، رائد الفضاء الإماراتي الأول هزاع المنصوري يلي مضى 9 أيام و128 مدارا حول الأرض. أما أيضا رائد الفضاء الأمريكي نيك هيك اللي أمضى 203 أيام على متن المحطة، كذلك رائد الفضاء الروسي أليكسي أوفتشينين وأكمل 3248 مدارا حول كوكب الأرض. هذا وقد ودع في ساعات صباح اليوم في 37 دقيقة من توقيت الإمارات رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري محطة الفضاء الدولية مع زملائه من الرواد الآخرين. لنتابع. Copy, and we'll proceed with hatch closure. ومن بعد الوداع الأخير بدأت عملية الانفصال من المحطة التي تمت على مراحل نراها مباشرة على موقع ناسا لوكالة الفضاء الأمريكية، وبدأ ذلك بإعطاء الأوامر الأولى اللي تمت في 11:37 بتوقيت الإمارات بإلغاء التثبيت عن المحطة. بعد حوالي 3 دقائق فقط من عملية الانفصال، طبعا عملت محركات المركبة بشكل أسرع للوصول إلى مسافة آمنة إلى مدار آخر أوطى من محطة الفضاء الدولية لتبدأ بالهبوط بسرعة معينة. And the separation burn is complete. أما في تمام الساعة 11:40 و30 ثانية بتوقيت الإمارات، بدأ الاحتراق المنفصل للكبسولة، وهي المرحلة الأولى من سلسلة من الاحتراقات على بعد طبعا الانفصال عن المحطة. ZPOK 1 and K2 send A11 command. Alexei, copy from the ground. Copy.
هذا واستمر الاحتراق لمدة 8 ثوان، وصلت فيها سرعة المركبة سيوز MS-12 إلى 54 مترا في الثانية، تبعد في تلك اللحظة من 15 إلى 20 متر عن محطة الفضاء الدولية، وهي المسافة الآمنة التي تمنع من أي اصطدام آخر. وبعد نحو ساعتين وأكثر تدخل طبعا المركبة اليوم فيما تعرف بمناورة الكبح، وهي أخطر مرحلة في عملية الانفصال والاحتراق، وذلك للتخفيف من سرعة هبوطها. تتم عادة هذه المرحلة فوق جنوب المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي بالقرب من الطرف الجنوبي من الولايات المتحدة. وعندما تصل المركبة إلى ارتفاع نحو 120 كيلومترا من سطح الأرض، تبدأ مرحلة واجهة الدخول، وفيها تكون المركبة قد تخلصت من ثلثي كتلتها، ويبدأ هنا الاحتكاك بالغلاف الجوي، حيث تصل درجة حرارة المركبة إلى 2000 درجة مئوية على سطح الخارجي، وهذا موضوع خطير جدا طبعا. في هذه المرحلة، أي قبل نصف ساعة من الهبوط على الأرض، يعمل الطاقم على إبطاء سرعة نزول المركبة بسرعة 230 متر في الثانية الواحدة، ويتم تخفيض سرعتها تدريجيا بشكل آمن إلى أن تصل إلى أمتار قليلة في الثانية، ليتم فتح 4 مظلات. The Russian search and recovery forces and a NASA team embedded with that search and recovery team is airborne in a Russian Antonov 26 aircraft. طبعا من المتوقع أن تهبط مركبة الفضاء سيوز MS-12 في تمام الساعة 2:58 بتوقيت الإمارات بعد ظهر اليوم، وذلك في منطقة كاراغاندا في صحراء كازاخستان. الصوت الذي نستمع إليه الآن في التغطية المباشرة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا هو صوت ناسا الإعلامي روب نيفيس، اللي التقينا به في مكان الإطلاق في 25 من الشهر الماضي. طبعا تابعوا هذه المقابلة مع روب نيفيس في يوم الأحد القادم. شكرا لكم.